عبرتنا في هذه الليلة مع شاب باكستاني اسمه مرتضى. هذا الشاب ترك بلده لضيق المقام فيها أو لحاجته إلى كسب يد زائد عما في بلده، وانطلق للعمل بعقد عمل في السعودية، يعمل في بلدة اسمها الطائف، يعمل فيها موظفا بسيطا أو عاملا بسيطا، مرتبه لا يزيد على 1500 ريال. يريد أن يجمع بعض المال لأجل أن يتزوج، لأجل أن يسكن في بلده في أمن، أو أن يبني شقة. وهو يعمل في السعودية في الطائف، إذا بخبر يأتيه إن أمك ستزرع أو ستعمل عملية زراعة كلى لأنها أصيبت بمرض خطير، وإن لم تفعلها في خلال أيام ستموت وأنتم تشعرون الغربة. هذه القصة ذكرها الشيخ عبد الكريم القصير في كتابه ابتسم للحياة. هذا الرجل يعمل هناك وأمه على وشك الموت، تصارع المرض مرض الفشل الكلوي هناك، وتريد مالا لتعمل عملية، تريد ما يقارب 7000 ريال. يقول هذا الشاب مرتضى: وأنا لا أملك إلا 1000 ريال، حاولت أن أقترض من أي أحد فلم يعطني أحد، والمصنع الذي أعمل فيه قدمت لهم كل الأسباب ليعطوني قرضا لأنفقه على أمي وذكرت لهم فأبوا علي. تقول: ولم أجد سببا. قال: فقررت أن أسرق. دمين مرتضى الباكستاني قال: قررت أن أسرق. قلت: خلاص، هبت المصنع واقفز من فوق سور المصنع على البيت المجاور. أسرق إيه؟ هسرق اسطوانة غاز وروح أبيعها. هو ينوي أن يسرق. يقول: بالفعل في الثانية قبل الفجر، الثانية بالليل، تسلق السور الجدار وقفز في البيت. يقول: وما هي إلا دقائق حتى فوجئت أن الشرطة تقبض علي. في دقائق طلعت منين؟ جت منين؟ من اللي قالها؟ عرفت منين؟ ما عرفش. واللي فوجئت أن الشرطة تقبض علي وتقيدني وتلقيني في السيارة وتذهب بي إلى مكان الشرطة لتلقيني في الحجز. يقول: ولم تمر ساعة، وإذا لم تمر ساعة وإذا بالذين قبضوا علي يأتوا ليفتحوا علي الباب ويحلوا وثاقي ويركبوني في السيارة وأنا أبكي. الله جل وعلا يعلم لماذا لماذا سرقت. الفقر هو الذي حملني على ذلك، الحاجة والمسكنة. يقول: إذا بهم يحلوا وثاقي ويفتحوا علي الباب ويركبوني في سيارة الشرطة مرة ثانية ويذهبوا بي إلى البيت الذي سرقته أو حاولت أن أسرقه، البيت اللي أنا كنت ماسك فيه اسطوانة الغاز عشان أسرقه، يذهبوا بي إلى البيت ويدخلوني إلى المجلس الأنتريه بتعبرنا، ويدخلوني إلى المجلس ثم يغلقوا الباب ويخرجوا ويمشوا، وأنا جالس دمرت مكاني في إيه. يقول: وإذا بشاب يدخل علي إلى المجلس ويسلم علي ويقدم لي عشاء. تفضل عشاء. أنت أكلت؟ لا ما أكلتش. طب كل. كلت خلاص، انا عارف ان في حاجه جايه، في يعني مثلا في اعدام بقى، فبيدوا له اللي في نفسي ولا حاجه. نفسك في ايه؟ بقول: وقدموا لي عشاء. وجلست مكاني بعد العشاء، لم يعد على الفجر الا ربع ساعه، واذا بهذا الشاب
يأخذ بذراع شيخ مسن ضرير أعمى يدخله علي في المجلس. فوجئت ان الشاب داخل ماسك في ايده ايه راجل كبير مسن عليه عباءة او بيسموه بشت يدخل علي فيسلم عليكم السلام ورحمة الله ويسلم علي ويستفسر عن حالي كيف حالك يا بني ما اخبارك الحمد لله قال تعال معي لنصلي الفجر قال فسرت انا وهو وحدنا لصلاة الفجر فيه وبفعل اخذته الى صلاة الفجر وصلينا الفجر وبعد الفجر فوجئت ان كرسيا موضوعا لامام يدرس العلم ياخذون بيد هذا الرجل ليقدموه على الكرسي واخذ يحدث الناس يعلم الناس يعطي الناس الدرس فسالت من حولي من هذا قالوا هذا الشيخ ابن باز ابن باز انا جئت لاسرق بيت الشيخ ابن باز قال وبعدما انتهيت اخذني الشيخ الى بيتي الى بيته ومع بعض الطلبه واعد الافطار وجلسنا جميعا الافطار واجلسني الشيخ بجواري ولما اكلنا التفت الشيخ الي وقال لم سرقت لم سرقت قلت شيخ والله ما سرقت الا للحاجه انا امي تحتاج الى عمليه جراحيه لزراعه الكلى تتكلف 7000 وحاولت ان اطلب المال من اي احد على سبيل الدين او القرض حتى المصنع بكل الضمانات فابوا علي فقررت ان اسرق لاعطي المال لاستشفاء امي برا بها فامر الشيخ وجاء ابنه او قريبه ودفع لي 9000 ريال شيخ قال لي اديله 9000 ريال قلت يا شيخ هم 7000 بس قال لا 9000 و2000 مصروف جيب لك قال وبالفعل حجزت وسافرت الى امي واجريت الجراحه وعافاها الله جل وعلا ثم رجعت الى الشيخ الى بيته وعرفت من المقربين منه كيف حدث ذلك قالوا انت لما نطيت في البيت الساعه 2 الفجر او قبل الفجر كان الشيخ ابن باز يقوم الليل في حفظ الله في جناب الله كان يقوم الليل فسمع الطرقه فعلم انه سارق والشيخ بجواره زر جرس يوقظ به اهل بيته لقيام الليل او لصلاه الفجر قال فطرق الشيخ الجرس قام اهل البيت جميعا وذهبوا اليه في ايه؟ قال في حرام في البيت في سارق في البيت اتصلوا بالحارس على الباب على طول الحارس اتصل بالشرطه جاءت قبل ان يتحرك قبض عليه قالوا فاخذوه وادخلوه السجن ثم ذهبوا للشيخ في ايه اللي حصل؟ انا خلاص والشرطه قبض عليه قال لا افرجوا عنه وياتي حالا يقول لما رجعت من باكستان جئت أقبل قدم ورأس ورجل الشيخ وأقول له أستحلفك بالله يا شيخ أستحلفك بالله أن تجعلني خادما عندك أن تجعلني بوابا لبيتك أنا أنشدك الله جل وعلا يقول لما رجعت من السفر جعلت في يدي 1500 ريال وأعطيتها للشيخ فلما أمسك الشيخ قلت ما هذا الشيخ قال له ده إيه قال هذا بقية المبلغ يا شيخ قال هو لك قال له خلاص شيخ أنا خدته وعركته ودم بقية المبلغ قال له هذا هو لك خلاص وظل هذا الرجل يعمل خادما عند الشيخ ابن باز حتى توفي الشيخ ابن باز خيال لا والله واقع والله واقع أنا أقسم بالله أنه ما وقعت عيني على أحد في الأرض أكثر ذكرا لله من شيخي الشيخ ابن باز عاد بنا إلى سلف الأمة الصالحون شيخ أنا بقول لك اللي شفته هذا شيخي تعلمت على يديه في المسجد الكبير بالرياض
كنت إذا سألته سؤالا أو سأله غيري سؤالا طبيعي وأنا بتكلم أنت قاعد مستني سامع منصت. لا، الشيخ إذا تكلمت أنا لأسأله وهو يسمعني يذكر الله حتى أنتهي من سؤالي، فإذا انتهيت من سؤالي قطع ذكره وأجابني، فإن عاودت لأسأل أو أستفهم عاد هو إلى ذكر الله، لا ينفك لسانه عن التحرك إما بموعظة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله، حتى قال من أقرب الناس إليه كان إذا نام وكان لا ينام في الليل إلا ساعتين، كان لا ينام في الليل إلا ساعتين، حتى إذا نام قالوا رأينا لسانه وشفتاه تتحركان، تحس أن هذا الرجل يعيش في زمان غير زمانه، تحس أنه سقط من القرون الثلاثة الأولى المفضلة ليكون بيننا، عاش مجددا، عاش إماما، عاش علما. ما أرى من علمائنا الآن أحد إلا وللشيخ ابن باز فضل عليه. هل تعلمون أن شيخ ابن عثيمين تلميذ الشيخ ابن باز؟ هل تعلمون أن الشيخ عبد الله بن جبريل تلميذ للشيخ ابن باز؟ ما رأيت أحدا يذكر الله جل وعلا أكثر منه. كان يصلي الفجر بعد كما يقوم الليل ساعتين في بيته، لا ينام إلا ساعتين بعد العشاء، ثم يقوم الليل ثم يذهب لصلاة الفجر ويتركنا، هذا رأيته أنا عشته هذا، ويتركنا قرابة ربع ساعة لأذكار الصباح، ثم يجلس، أنا درست هذا، يدرس أو يدرسنا من 13 كتاب، يظل يدرس إلى قرابة 10:30-11 صباحا، وإحنا نرجع عشان نريح خلاص، ما احنا تعبانين وقاعدين، وهو الذي يتكلم وهو يخرج من المسجد إلى دار الإفتاء، لا يتركها إلا قبيل المغرب ليرجع إلى البيت يأكل أكلة سريعة ثم يعود إلى المسجد ليحاضر بعد المغرب وليحاضر بعد العشاء. كان يعطي في اليوم أكثر من أو يشرح من أكثر من 15 كتابا، 15 كتابا، وظل كذلك حتى لما ابتلي عافانا الله وإياكم بسرطان في القولون، قالوا لا بد أن تسافر إلى خارج السعودية إلى أمريكا لتعالج، لا كويس، قال أبدا والله لا أترك ديار المسلمين إلى ديار الكفار، وما سافر عن بلده السعودية بلد الحرمين حتى مات، لم يسافر، ما كانش له جواز سفر، ما طلعش جواز سفر، ما سافر الشيخ خارج السعودية، إنما ظل يعلم وينشر دين الله جل وعلا في بلده الذي نفع الله جل وعلا به العالمين. هذا الشيخ يعود بنا